ومعنا في الاستوديو التوفيق سيدي بكاري الأمين العام لجمعية الشفافية والتنمية. أهلا وسهلا. أهلا بكم أستاذ. بداية، لماذا حقوق وترقية صورة المهاجرين في موريتانيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. بداية أشكر قناة المرابطون المحترمة على الاستضافة. قبل أن نبدأ أريد أن أعطي صورة عن منظمة الشفافية والتنمية. أريد أن أعرف يعني لماذا حقوق وترقية صورة طبعا المهاجرين في طبعا موريتانيا؟ المتتبع للساحة الوطنية يجد أنها في هذه الفترة باتت موريتانيا تستقطب الكثير من المهاجرين بشتى أصناف الاهتمامات التي تتعلق بهم، ولذلك أصبح من الضروري أن توجد إطار لضمان حقوق المهاجرين على المستوى الوطني. وبالتالي قامت المنظمة الجمعية الشبابية والتنمية بقيام بهذه المبادرة من أجل توعية منظمات المجتمع المدني الأجانب على المستوى الوطني بأهمية الاطلاع على الحقوق التي تترتب لهم من خلال الاتفاقيات التي صادقت عليها الدول الموريتانية. طيب، كيف ترى الجمعية يعني واقع المهاجرين اليوم في موريتانيا، وفي أي سياق يأتي نقاشها لحقوق المهاجرين في البلاد؟ الجمعية ترى أن واقع المهاجرين أنه واقع جيد بحكم الإجراءات التي تقوم بها الدول الموريتانية، خصوصا من خلال عمل الحكومة على مصادقة على عدة اتفاقيات من شأنها أن تدعم حقوق المهاجرين على المستوى الوطني. طيب، ما طبيعة المواضيع التي يتم التركيز عليها في النقاش الذي يستمر 5 أيام؟ طبعا في هذه الورشة يتم استدعاء كل من القضاء وإدارة الأمن وكذلك القنصليات والسفارات وجمعيات المجتمع المدني الوطنية والأجنبية المهتمة بالموضوع. طبعا الهدف هو تبادل الرؤى حول الوضعية وكذلك الخروج بمخرجات من شأنها أن تدعم التعاون بين جميع هذه القطاعات العاملة في قطاع الحفاظ على والعمل على ترقية حقوق المهاجرين على المستوى الوطني. طيب، كيف ترون يعني مستوى التزام موريتانيا بمضمون الاتفاقيات التي صادقت عليها فيما يتعلق بحقوق المهاجر؟ طبعا حسب الشهادات الدولية على أن موريتانيا طبعا حقوق المهاجرين تعتبر حقوق مصونة، وبالنسبة لنا هي في ظروف جيدة مقارنة مع ظروف بعض المهاجرين في بعض الدول المهاجرة، ولكن هذه الوضعية لا تمنع من العمل على تحسين هذه الوضعية بشكل أكثر. وطبعا هذه نجدها دائما في الإرادة الموجودة لدى البلد من خلال تعاون الإدارات والأجهزة الأمنية في هذا المجال. إذن أشكرك التوفيق سيدي بكاري الأمين العام لجمعية الشفافية والتنمية. شكرا جزيلا لك. شكرا لك.